العالم في دقيقة. المحكمة الجنائية الدولية تطلب إصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس الحكومة الإسرائيلية ووزير الدفاع وكذا ثلاثة من قادة حركة حماس، وذلك بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية على خلفية حرب غزة الجارية. في إيران، محمد مخبر النائب الأول للرئيس الإيراني الراحل يتولى رسميا مهام الرئاسة بعد مصرع الرئيس إبراهيم رئيسي إلى جانب وزير الخارجية ومسؤولين آخرين في تحطم مروحية رئاسية، والسلطات تعلن الحداد الوطنية لخمسة أيام. في المغرب، انطلاق الدورة العشرين من تمرين الأسد الإفريقي بشكل مشترك بين القوات المسلحة الملكية والقوات المسلحة الأمريكية، وذلك على مستوى بنغرير وأكادير وطنطان. ورئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش يسلم اليوم ببالي في إندونيسيا جائزة الحسن الثاني العالمية الكبرى للماء لمنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة فاو. وفي أديس أبيبا، المغرب يشدد أمام مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي على ضرورة مواكبة البلدان الإفريقية التي تمر بمرحلة انتقال سياسي عبر المقاربة متعددة الأبعاد للسلم والأمن والتنمية.